العافيه عمي. الله يعافيك. تحكي لنا في اختلاف عن العيد عن زمان عن هسه؟ والله العيد كان كويس، الناس تطلع على البيار وتعايد بعضها، كل عشيره بعشيرتها. اليوم بطلوا. كيف اليوم على بطلوا صاروا همل. عماد طبعا هو يقصد. نعم انا عجبتني خاتمته. نعم هو يقصد انه اليوم العيد او المعايدات اصبحت بالمسجات وبالايميل وتصل لكل العالم، يعني زمان كان العشائر كلها تلتم في. طيب عماد انا اسالك عن رايك.